والآن نتابع أخبار الطقس والحالة الجوية مرة أخرى. نعود فيها مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا يوسف. شكرا سحر وأهلا بك مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخرها على السواحل الشمالية، معتدل على باقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 34، الصغرى 21، الإسكندرية 29-18، مطروح 26-17، بورسعيد 27-18، إسماعيلية 34-21، وجوها حار. بالنسبة للسويس 33-20، العريش 28-19، طابة 33-19، شرم الشيخ 32-23، الغردقة 33-23، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 40-20، أسوان 39-22، الوادي الجديد 39-20، شلاتين 34-23، حلايب 31-20، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.